مرحبا بكم اليوم في هذا الحدث الخاص اللي كيصادف الاحتفال بالذكرى الثالثة لتأسيس شركة أوتوكاس، واللي هي كتعتبر المولود الصغير لمجموعة أوتوهول اللي تعرفت عند المغاربة بأكثر من قرن في الخدمة ديالهم. أهم حاجة عندنا هي رضا الزبائن، فإحنا كنقوموا بتقييم التجربة ديالهم عن قرب، وأيضا مدى الرضا ديالهم على الخدمات ديالنا. وفي سنة 2023 فإحنا ربحنا أحسن خدمة للزبائن في قطاع بيع وشراء السيارات المستعملة. قدرنا أننا نحقق نمو ملحوظ، وصبح اسم أوتوكاز واحد الاسم اللي موثوق به عند المغاربة. وهذه النجاحات ما كانتش تكون ممكنة لولا تفاني فريق العمل ديالنا، وأيضا الدعم المستمر للعملاء. فاش الزبون كيبغي يشري ولا يبيع سيارة مستعملة كان كيخصو يجي لعين المكان، ولكن منذ انطلاق شركة أوتوكاز فاحنا قمنا بالخدمة على بوابة إلكترونية اللي هي www.autocaz.ma، واللي اليوم هي كاينة في جوج ديال اللغات العربية والفرنسية، واللي كيقدر عن طريقها الزبون المغربي يقوم بهذه العملية 100% عبر البوابة الإلكترونية، يعني بدون أنه يجي لعين المكان. وحنا قمنا بإنتاج العديد من الفيديوهات من أجل شرح هذه العملية في عدة لغات كاللغة العربية، الفرنسية، وطبعا الأمازيغية. غيلاد ازنس الطوموبيل نون ارخاء يكفيسا د اوتوكاز ودا نقيس الزريم سناز الدقائق تفراد هاللي ديسك فليناد كشمات الموقع www.autocaz.ma. مدار ثلاث سنوات فاحنا نقدروا اليوم نقوم بتقييم التجربة ديالنا من عدة جوانب. فأول جانب هو جانب النمو والتوسع، بحيث أن شركة أوتوكاز عرفت واحد التوسع جغرافي ملحوظ. فبدينا السنة الأولى هنا في هذا المعرض بلال الياقوت في الدار البيضاء، ومن بعد حلينا نقطة بيع ثانية بالبرنوسي، وأيضا حلينا جوج ديال المعارض، واحد في مراكش وواحد في فاس من أجل عمليات البيع. أما من أجل عمليات الشراء والاستبدال فإحنا عندنا أكثر من نقطة بيع فروع أوتوهول عبر جميع مناطق المملكة. شركة أوتوكاز كتقدم تنوع في الخدمات اللي كتقوم بها، فإحنا كنقدموا خدمة البيع، خدمة الشراء، خدمة الاستبدال، خدمة الوساطة، كنقدموا أيضا خدمة الصيانة، وكنقدموا خدمة الضمانة اللي اليوم كتميزنا في هذا السوق. لأن الزبون المغربي فاش كيجي يشري من عندنا فكتكون عنده الثقة الكاملة أنه إلا وقع عليه أي مشكل فالأبواب ديالنا مفتوحة من أجل حل هذه المشاكل. أيضا عندنا تنوع في السيارات اللي كنبيعوها، فاحنا كنبيعوا جميع أنواع السيارات، ومنها السيارات الكهربائية اللي هي معروضة في هذا المكان. احنا اليوم ما كنحتفلوش فقط بالثلاث سنوات الماضية لتأسيس شركة أوتوكاز، ولكن كنحتفلوا بالتطلع نحو مستقبل زاهر مليء بالتكنولوجيا والابتكار والنمو إن شاء الله. وكنشكروا جميع الزبائن ديالنا على الثقة والدعم المتواصل ديالهم، وكنرحبوا بهم في جميع معارض البيع.